أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفجر مكية سورة الفجر مكية بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر عش ششنا رات عشر 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 فجر فجر قدر قدر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثل لها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم
إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم.